برجيك شي قلك. صباح الخير، صباح الفل، الناس الكل صباحكم دقلة وحليب. الحمل التساهل مع الشريك في مواضيع أساسية يخلي أثر إيجابي، وهذا اللي يهز النهاية سعيدة وعيشة باهية. الثور لازمك تكون أكثر صبر مع الشريك وتتحمل تجاوزاته، خصوصا إذا كنت ماكش قاصدة تغشو. الجوزاء من برا تظهر في أفضل حالاتك، لكن من الداخل يعرف حالك كان ربي، نفسيتك تعبة برشا. سرطان يا سرطان، تعيش أيام عاطفية هايلة وترتاح مع شريك أكثر من أي وقت. الأسد تحقق نجاح مميز في خدمتك وتنجز مشروع مهم كنت تستنى فيه لك برشا. العذراء يكون النجاح عنوانك، يوم ذهبي من الاكتشافات والمفاوضات والاستثمارات يستنى فيك. الميزان اندفاعك باش يكلفك برشا، كون حذر خاصة في التعاطي مع الناس. عقرب يا عقرب، الحظ باش يضحك لك، لكن رد بالك من الناس الدايره بيك واللي حاطين عينيهم عليك. القوس مرحلة عاطفية مربكة ومش واضحة، تتميز بالضبابية والغموض. جدي دورة عاطفية مميزة برشا، وجو من الفرح يسود العلاقة بالشريك. وتقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد. ونختم بالحوت ونقول له يرفعوا عليك الزملاء وتزول المتاعب والهموم، لكن ما تسمحش لروحك باش تطيح ضحية الناقمين. إذا برشكم شنو نقول لكم اليوم، سحرة تعطيكم برشا بوسات وتقولكم ردوا فيلكم وتبدلوا الموجة، واستنوني غدوة في برشك شقلك. برشك شقلك.